بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الناطق باسم حركه حماس الاستاذ حسام بدران. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. في بيان الحركه اليوم في ذكرى النكسه قالت ان المقاومه مستمره بكافه اشكالها. ما اشكال الدعم الذي تقدمونه للحركه السلميه المتمثل في مسيره العوده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك اننا اليوم نعيش ذكرى اليمه على شعبنا الفلسطيني، وهي ما يعرف بالنكسة الفلسطينية وقيام الاحتلال بالتمدد على الأراضي الفلسطينية والعربية في العام 67. نحن في هذه المناسبة نؤكد على موقفنا الثابت والراسخ من المشروع المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها، ونحن نؤمن أن العلاقة بيننا وبين هذا الاحتلال هي علاقة تناقض وتضاد كامل. الالتزام أو استخدام أسلوب من أساليب المقاومة لا يأتي بالضرورة على حساب شكل أو أسلوب آخر، بمعنى نحن نؤمن أن هذه المقاومة هي مشروع متكامل على رأسها أو في أوجه العمل المسلح المباشر، لكنها أيضا تشمل المقاومة الجماهيرية والشعبية والإعلامية والثقافية والدبلوماسية وكل الأمور المختلفة. حاليا خاصة في قطاع غزة هناك مسيرات العودة الكبرى المستمرة منذ 30 من شهر 3 هذا العام، نعم. وهي حراك جماهيري شعبي تشارك كل فصائلنا الفلسطينية فيه، والقوى والمجتمعات المجتمع المدني والحركات الشبابية. وحماس بلا شك أنها يعني في صلب وفي يعني داخل هذا الحراك الجماهيري المتواصل، ونحن مستمرون به خاصة بعد أن رأينا أثره الفعال والعملي والحقيقي على الاحتلال الذي دخل في حالة من الإرباك وبانت صورته الإجرامية أمام العالم كله حين يستهدف المدنيين من النساء والأطفال، وربما كان آخرهم يعني المسعفة رزان التي كانت تلبس الملابس العمل الإغاثي والطبي ومع ذلك استهدفها قناصون من الاحتلال بقصد وعن سبق وعن ترصد تطبيقا لقرارات قياداتهم سواء نتنياهو أو ليبرمان الذين يعملون على قتل شعبنا بمختلف الطرق سواء بالحصار أو بالقصف أو بالقنص. نعم أستاذ حسام، يعني خروقات للهدنة التي اتفقتم عليها مع الاحتلال، هل تتوقع الحركة بقرب عملية عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال في الأيام المقبلة، وهل الظروف برأيك مهيئة لذلك؟ هذا الاحتلال كما عودنا لا يحتاج إلى أي سبب ليقوم بالاعتداء على شعبنا الفلسطيني كما فعل خاصة في قطاع غزة في السنوات الأخيرة. نحن لا نتوقع حدوث شيء قريب في هذا الإطار، ربما لحسابات سياسية لدى الاحتلال وخوفه من كلفة الهجوم على قطاع غزة والثمن الذي يمكن أن يدفعه نتيجة لذلك، إضافة إلى التوتر في ساحات أخرى خاصة في الشمال. مع ذلك نحن لا نأمن غدر هذا الاحتلال ونتعامل معه على أنه يمكن أن يرتكب أي حماقة في أي وقت بعيدا حتى عن الحسابات ربما المنطقية والسياسية. نحن لا نبحث عن حرب ولا نبحث عن قتال مباشر وشامل مع هذا الاحتلال خاصة في قطاع غزة، لكن حقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا هو حق مكفول، وبالتالي نحن جاهزون لصد أي عدوان وأي حماقة يمكن أن تأتي من قبل هذا الاحتلال. هذه الانتهاكات أستاذ حسام يعني تفتح الحديث عن التنسيق الأمني في الضفة وغيرها، لديكم معلومات بشأن هذا التنسيق على الرغم من تصريح السلطة أنها أوقفت التنسيق مع الاحتلال الصهيوني؟ للأسف التنسيق الأمني أو التبعية الأمنية بالأحرى للأجهزة الأمنية الفلسطينية للأجهزة الاحتلال هو أمر قائم وثابت ودائم ومستمر ومتواصل، لم يتوقف في يوم من الأيام. وحتى القرارات الأخيرة التي خرجت سواء عن المجلس المركزي أو المجلس الوطني للمنظمة لم يتم تطبيق أي شيء منها في هذا الخصوص، وهذا التنسيق الأمني هو يعني جريمة وطنية وهو مخالف لكل الاتفاقيات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية، وهو يعارض المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهناك رأي عام مجمع عليه في الساحة الفلسطينية يرفض هذا الأمر، ومع ذلك للأسف الأجهزة الأمنية تمارس دورها حتى الآن وتحول دون انطلاق المقاومة في الضفة الغربية وتضع أمامها العراقيل سواء بالملاحقة أو بالاعتقال أو الاستدعاء أو إغلاق المؤسسات أو حتى محاربة ثقافة المقاومة في الضفة الغربية. نعم الأستاذ حسام البدران الناطق باسم حركة حماس كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.